كل عام يتم سعق مئات الحيوانات بالكهرباء. على الرغم من أفضل الجهود المبذولة لتقليل هذا العدد، فالحياة البرية عرضة للحوادث. سنشاهد في هذا الفيديو حوادثا من هذا النوع. تتمتع الحيوانات الصغيرة بطبيعتها الفضولية، وتتوجه نحو أي شيء يثير اهتمامها، حتى لو كان سلكا كهربائيا مشحونا. لقد كان الشمبانزي صغير مولعا بتلك الأسلاك الرفيعة التي تحيط به في حظيرته، اقترب منها لاستكشافها، لكنه حصل على صدمة حياته. كان الحيوان المسكين يتهرجح بسبب سعقة الكهرباء، فحضرت عائلته لمواساته، وتشبث الصغير بأمه ليشعر بالأمان. لقد تعلم الصغير الآن كيف تعمل الكهرباء، ولن يحاول مجددا الاقتراب من هذه الأسلاك. لا تتوفر أي معلومات عن هذا المقطع المؤلم على الإنترنت، ولكن يبدو لي وكأن هذه الجماعة من القرود كانوا يعيشون في نوع ما من المعبد. كانوا يلعبون جميعا دون أن يدركوا أن أحد زملائهم كان يكافح من أجل حياته محاصرا في أسلاك كهربائية. حاولت الحيوانات المسكينة قدر المستطاع الخروج من المأزق، لكن في لحظة ما فقدت كل طاقتها وسقطت على الأرض. وهذا المشهد لفت انتباه جميع القرود الأخرى، ولكنهم لم يستطيعوا فعل شيء. يزعم صاحب المقطع أن المساعدة الطبية تم توفيرها للقرود، ولكن لا يوجد دليل بصري. نأمل أن يكون بخير. هذه الوفاة المؤلمة يمكن تجنبها إذا تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة. فالماء الذي يتراكم تحت العمود كان يتصل بالتيار الكهربائي، وعندما دخلت البقرة في الماء تعرضت لصدمة كهربائية وسقطت على الفور. وعلى الرغم من عدم تأكد مما إذا كانت القوة الكهربائية كافية لإنهاء الحياة البقرة المسكينة، إلا أن الطريقة التي سقطت بها وبقيت ثابتة تجعلني أفكر خلاف ذلك. المقطع من الهند، وتشير بعض التقارير إلى أن البقرة توفيت بعد ذلك. سقط فيل يدعى بروتيا عن طريق الخطأ في خندق في حديقة حيوان في تشيلي، وقد تم تنفيذ عملية الإنقاذ من قبل موظفي الحديقة ورجال الإطفاء، حيث كانت الخطة هي استخدام الحبال والقوة البشرية ورافعة لرفع الفيل من الخندق. بعد 4 ساعات شاقة من عملية الإنقاذ تم سحب الفيل إلى الأمان، ولكن هناك كارثة أخرى كانت في انتظاره. بعدما حرر الفيل نفسه من الحبال ركض نحو الطعام، ولكن السياج الكهربائي كان يعمل في تلك الأثناء، ولمس الفيل الأسلاك بخرطومه، ولحسن الحظ نجا الفيل، لكن قوة الكهرباء قد تسببت في تلف بخرطومه وبعض أجزاء من دماغه. قد تجعلك نظرة الدبة اليائسة التي تتسلق عمودا كهربائيا تشكك في صحة عقلها، ولكنها تبحث عن صغيرها الضائع. قررت الصعود على العمود الكهربائي للبحث عن صغيرها، ولكنها احتجزت على قمة ذلك العمود. استدعى الناس السلطات وقرروا تخدير الأم دون أن يدركوا موقفها الخطير. سقطت الدبة بعد فقدانها الوعي، وفي طريقها إلى الأسفل تعرضت لسعقة كهربائية. تم العثور على صغيرها بعد ذلك، ولكن الأم فقدت حياتها. ظهر القرد معلقا في سلك كهربائي قوي بينما كان أصدقاؤه الآخرون يلعبون حوله. بدا القرد عديم الحركة متصلا بالسلك بكلتا يديه، وبقدم واحدة تستند على المحاول الكهربائي. إذا كنت تتساءل عن سبب إصابة القرد بالسعق الكهربائي ولم يصب أصدقاؤه الآخرون، فإن جسم الحيوانات إذا اتصل بين سلكين موازيين تكتمل الدائرة ويحدث تيار كهربائي ساخب. تماما مثل هذه الحالة، في النهاية جلب المحليون عصا طويلة وأبعدوا القرد من السلك، وحاولوا إنعاش القرد باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي، ولكن دون جدوى. فقد القرد حياته. غالبا ما يتم مشاهدة القرود بلا خوف وهي تلعب على خطوط الكهرباء، وتستخدمها كوسيلة للتحرك من مكان إلى آخر. تعرض أحد هذه القرود لصدمة كهربائية وفقد الوعي لمدة 3 ساعات على محاول كهربائي في مدينة جويانغ الصينية. عندما لاحظ السكان أن القرد فقد الوعي ولم يتحرك على الإطلاق، اتصلوا بشركة الكهرباء وحضرت للإنقاذ. تم قطع التيار الكهربائي وتم نقل القرد إلى المستشفى، حيث نجا من هذه التجربة الصعبة. يظهر هذا المقطع من الهند قطة عالقة على خط الكهرباء، ولا أحد يعرف كيف وصلت القطة إلى هناك. فقبل أن يتمكن المنقذون من الوصول إليها، تعرضت القطة لسعقة كهربائية قاتلة.
ويمكن رؤية شرارة الكهرباء القاتلة التي أرسلت القطة إلى الأسفل. هذا هو المقطع الوحيد والذي أحزنني حقاً، فنحن جميعاً نعلم أن الكسلان هم أبطأ الثدييات على الكوكب، حيث يتحركون بسرعة لا تتجاوز 4 أمتار في الدقيقة. وفي هذا المقطع تعرض أحد الكسالى المسكين لصدمة كهربائية بين سلكين، حيث كان السلكان يمسكان الكسلان دون علمه، وكان الحيوان قد توفي، لكن مخالبه كانت مشبوكة في بعضها البعض، واستغرق الأمر الكثير من الطاقة الكهربائية لكي يسقط الكسلان أخيراً. أن التعرض للصعق الكهربائي هو طريقة فظيعة للموت. الآن ليس لدي أي فكرة كيف انتهى بهذا المعز على هذه الكابلات. هل يمكن لأي شخص أن يشرح ذلك؟ حتى السياح الذين رصدوا المشهد لم يصدقوا ما يرونه، لكنهم قرروا المساعدة باستخدام سلم. لم يكن هناك وقت لاستدعاء رفيعة أو رجال إطفاء للمساعدة في هذه الحالة. قاموا بعمل رائع بمحاولة رفع المعز بعيدا على الكابل باستخدام السلم، الأمر الذي قد يؤذيها، ولكن كان هذا الخيار الوحيد، والأفضل أن تتألم بدلا من الموت. ربطوا حبالا حول المعز وأنقذوا حياته. أخيرا حيوان في هذه القائمة لم يتعرض للصعق الكهربائي.